أخبار اليوم. ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، جئنا هنا إلى مصر الشقيقة الكبرى لنحتفل والصحفيين المصريين بالذكرى الماسية لتأسيس نقابة الصحفيين المصريين. هذه النقابة التي لها باع طويل في تأسيس اتحاد الصحفيين العرب الذي مر على تأسيسه أكثر من 50 عاما، اليوم نحتفل بهذه الذكرى في مصر، ونأمل أن يكون هذا الاحتفال يعني بداية جديدة لنهضة جديدة في الصحافة المصرية التي شكلت العمود الفقري دائما لكل الصحافة العربية، ونهضة جديدة باتجاه تعميق الحريات في الوطن العربي، تعميق الحريات الإعلامية في الوطن العربي. نعتقد أن نقابة الصحفيين المصريين لها دور بارز وكبير في اتحاد الصحفيين العرب، وأيضا الصحفيين المصريين لهم دور كبير وبارز على مختلف السنوات وفي كل يعني القضايا. الصحفيين المصريون نحن في فلسطين نعتبرهم أنهم السند الأساسي لفلسطين، وكل الصحافة المصرية والصحفيين الفلسطينيون هم يعني الكتيبة الأولى في الوطن العربي التي كانت دائما ترفع راية فلسطين وتدافع عن فلسطين. مصر العروبة اليوم تحتفل بهذه الذكرى، ونحن جئنا من فلسطين لنحتفل بهذه الذكرى الماسية لنقابة الصحفيين المصريين. نجل بغوري نقيب الصحافة من تونس، أهلا وسهلا بك. كل يوم مواصل بقى اليوبيلي النهاردة، يعني احنا نشارك زملاء الثقافة مصر حتى الاحتفال بالماسي، طبعا في وضع انه الصحافة المصرية وايضا الصحافة العربية بشكل عام تخوض يعني معركة حقيقية من اجل حرية الصحافة. يعني احنا الان نسمع من حين لاخر اخبار ايقافات بعض التضييقات في كثير من البلدان العربية، فاعتقادي انه معركة حرية الصحافة ما زالت لم تنتهي بعد. مهم جدا ان نكون في كل مناسبة ان نكون متكاتفين كنقابات وايضا كمنظمات تدافع عن حرية الصحافة، وان ننبه دائما انه معركة حرية الصحافة هي المدخل الاساسي، لا ديمقراطية ولا حريات دون حرية الصحافة. البوابة الرئيسية للدخول الى يعني نادي الدول الديمقراطية والدخول الى احترام المواطن واحترام حقوق الانسان هي حرية الصحافة. وفي اعتقادي انه الصحافة العربية ما زالت مريضة، يعني في اعتقادي انه يجب فعل الكثير من اجل يعني احترام حرية الصحافة وتحقيق حرية الصحافة، واهمها التزامات الحكومات العربية بحرية الصحافة. مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين النائب الاول لرئيس اتحاد الصحفيين العرب، اهلا وسهلا بحضرتك. نشارك في احتفاليه العيد الوطني او العيد الماسي للصحافه المصريه، وجئنا من اغلب البلدان العربيه لنحيي الاسره الصحفيه المصريه، هذه الاسره التي لديها مواقف وطنيه وقوميه عربيه، خصوصا في نصره اشقائنا الشعب الفلسطيني وهو يواجه الاحتلال. اليوم هناك مفترق طرق ما بين الحريات وما بين الأنظمة الحكومية، الأنظمة الحكومية تريد المزيد من التكميل للحريات الصحفية، لكن نحن دعاة الحرية ودعاة حرية الرأي والتعبير نناضل من أجل إيجاد بيئة آمنة للعمل الصحفي في مختلف البلدان العربية. مرة أخرى أحيي شجاعة الصحفيين المصريين ونضالاتهم من أجل المزيد من الحريات، وأقول لهم أنكم نقابة متميزة وصحافة متميزة، ونتمنى أيضا لمصر الشقيقة العزيزة أن تبقى مستمرة في هذا البناء والأعمار، وأن تتطور لظل حكومتها وشعبها وأبناء أسرتها الصحفية، لأن الصحفي المصري والصحفي العربي أي في أي مكان هو الشخصية الحقيقية لبناء الديمقراطية وترسيخ مفاهيم الحرية. مرة أخرى أحيي أبناء الأسرة الصحفية المصرية وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير.